النقل. النهارده كمان كان الاعلان عن القرعه الخاصه بكاس العالم 2018، المجموعه اللي هتبقى مصر فيها، وبالتاكيد كانت يعني المصريين كلهم مهتمين هنطلع مع مجموعه شكلها ايه. طبعا كان الاعلان زي ما حضراتكم شفتوا بحضور بوتين شخصيا، رئيس الروسي، وفي حضور عدد من الشخصيات الدوليه والرياضيه. تم اعلان المجموعه اللي مصر هتبقى فيها. هذه المجموعه ستضم منتخبات اوروجواي والسعوديه وروسيا ومصر، هذه هي الدول اللي موجوده في مجموعتنا. معانا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ حسن المستكاوي. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، الحمد لله، اهلا بيك. شكل مجموعتنا ايه؟ حظنا كان اخباره ايه؟ كويس الحمد لله. طبعا مجموعه لطيفه يعني، صعبه قوي، وفي مجموعات تانية اصعب، وفي فرق يمكن 10 12 منتخب اقوى من المنتخبات اللي في المجموعه الاولى يعني. فطبعا لا، مجموعه الحمد لله يعني، بعيدنا عن المانيا وعن البرازيل وعن الارجنتين وعن فرنسا وعن اسبانيا وعن البرتغال وعن بلجيكا وعن انجلترا، يعني بعيدنا عن فرق كثيره الحقيقه. طيب بس احنا عندنا برضو، عشان يعني اوروجواي من المنتخبات القويه جدا في امريكا اللاتينيه، يعني بياخد طبعا دايما يعني ترتيب متقدم. هي تاني الصياد في امريكا الجنوبيه السنه دي. بالظبط، في نجوم يعني عندهم نجوم هايلين جدا، كفاني وعندهم سويرز، عندهم يعني كذا وكفاني وسواريز سواريز. طبعا عندهم اتنين مهاجمين اقوياء جدا. هو كفاني سواريز، طبعا فرقة كويسة، فرقة ما يعني عندها نجوم وعندهم مدافع قوي قوي، شبابها جودين عندهم قوي ايضا في الدفاع. فرقة كويسة طبعا اوروجواي، ويعني طبعا ليها تاريخ في كأس العالم وعملت نتائج كويسة، ومن من اقوى اربع خمس فرق في الامريكا اللاتينية. طيب فندم، طبعا هو ده الفريق الصعب الحقيقة في المجموعة بتاعتنا. هو أول مباراة كمان يا فندم مش كده؟ أول مباراة يوم 15/6 إن شاء الله. أول مباراة بعد مبارا. كده بعد كده روسيا وبعد كده السعودية. روسيا أيضا احنا بس كنا صاحبة عايزين الأرض. نعم؟ يعني روسيا صاحبة التنظيم أيضا، يعني برضو عندها طبعًا قوة. طبعا بس المنتخب الروسي مش في أقوى حالاته دلوقتي الحقيقة، لكن في النهاية هو فريق أوروبي و صاحب الارض والجمهور، اكيد هيبقى يعني هو صحيح تصنيفه 65، لكن هو اتحط في المستوى الاول علشان الدوله المنظمه. بالتاكيد الناس وهي شايفه كوبر وهو النهارده بيحضر القرعه كانوا قاعدين يفكروا، ها هيكون بيفكر ازاي، هيعمل ايه؟ هو لازم يفكر في حاجات جديده شويه، لازم يطور سنتين كده من الاسلوب بتاعه، عشان ده كاس عالم مش هينفع سنتين بس سنتين. يعني انا بس يعني عشان الناس بتقول ده انتوا عمالين تقطعوا في الراجل، ولا بنقطع ولا حاجه. انا اعتقد يعني ان كلام منطقي جدا، انت رايح كاس عالم ما ينفعش تقعد تدافع في كاس عالم قدام فرق كبيره وفرق قويه. ويعني انا بقول لك الحقيقه بوضوح كده، ربنا يعني الحمد لله بعدنا عن فرق شرسه جدا زي يعني بعدنا عن المانيا مثلا، الواحد كان مرعوب. المانيا والبرازيل وبلجيكا واسبانيا، ويعني المغرب يا حرام، وتونس محطوطين في مجموعات صعبه برضو. طبعا المغرب وتونس في مجموعات اصعب من المجموعه بتاعتي اكيد يعني. اكيد احنا بس نعدي المباراه الاولى بتاعت اوروجواي دي، عشان برضو قلقاني بصراحه. ان شاء الله نعديها، ان شاء الله يعني نحاول نعمل حاجة فيها، نعمل مفاجأة، يمكن نحاول نتعادل حتى على أسوأ الخطوط، وبعد كده نشوف هنعمل إيه مع روسيا ومع السعودية. السعودية آخر مباراة. أنا هكلم حاجة عن السعودية عشان فيها بعض الحاجات، حاجة شفت بدأت الناس على وسائل التواصل الاجتماعي تعمل حاجات لطيفة جدا في مسألة المباراة اللي هتجمعنا بالسعودية، أعتقد هي المباراة الأخيرة مش كده؟ آخر مباراة هتبقى مصر والسعودية. يعني أنا إن شاء الله أتمنى إن المنتخبين المصري والسعودي يفاجئوا
السوشيال ميديا كلها. يا ريت يعني. طيب يعني معلش حضرتك طبعا بخبرتك الرياضيه الكبيره، احنا بنقعد نفكر كمواطنين عاديين وخاصه الناس اللي ثقافتها الرياضيه بتاعتها محدوده زي كده بتشجع بس، يعني في مساله من سيقف حارس مرمى للمنتخب المصري؟ لا لا دلوقتي بدري قوي يعني، هو طبعا في اولويات عند كوبر هو ماشي بيها. انا شايف يعني اي حد طبعا يعني اللي حالته كويسه في لحظه يعني في البطوله او من وقت البطوله هو طبعا اللي يستحق انه يحرس مرمى مصر يعني. يعني طبعا الحضري حاجه كان عبقري وسد عالي صحيح في ماتشات فاتت، بس المهم ساعه البطوله هيبقى مستواه ايه. في لا في حراس مرمى كمان كويسين جدا زي عواد حارس مرمى الاسماعيلي، هل يا ترى هيجربوا كوبر ولا لا، هيستعين بيه ولا لا، ده قرار المدير الفني. لكن حضرتك شايف ان عواد مهاجم حارس مرمى الاسماعيلي ايضا جيد؟ كويس قوي عندنا. في طبعا لازم يعني يعني ما ده يتوقف على الحاله الفنيه للعيبه وقت المعسكر ووقت المباريات التجريبيه، ولازم نخوض مباريات تجريبيه كويسه وعلى الاجنده. حضرتك تنصحنا المباراه يعني الوديه دي تبقى مع مين؟ مع فرق ما بتمثل اسيا او فريق بيمثل اسيا او فرقتين بيمثلوا اسيا وفرقتين بيمثلوا اوروبا واوروبا الشرقيه وفرقتين بيمثلوا امريكا اللاتينيه. يعني لازم ما مش كفايه ماتش واحد يعني يعني مش كفايه ماتش واحد من كل مدرسه، ولازم فرق كبيره. يعني انا عايز اقول لك بس ان المنتخب السعودي صحيح لعب 5 مباريات وديه والنتائج ما كانتش كويسه، عشان كده مشوا المدرب الارجنتيني وجاب واحد تاني مكانه نفس الجنسيه، لكن هيلعبوا المفروض متفقين مع المانيا والبرازيل وبلجيكا ويعني مع فرق كبيره يعني وفرنسا. يعني احنا لازم نعمل كده. طيب مساله الهجوم اخبارنا ايه؟ نمتلك مهاجمين اقوياء؟ ما هو احنا عندنا مهاجم جامد جدا محمد صلاح بس طبعا يعني. بدات التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي في مداعبات ما بين مصر والسعوديه، تدفعوا كام وما نلعبش صلاح المباراه، يعني في بعض طبعا لا يعني الناس ما السوشيال ميديا كلها بتبقى هزار ونكت وحاجات من دي يعني اكيد، لكن اتمنى ان احنا نعمل مباراه كويسه وان احنا نعمل مباريات كويسه ويبقى يعني نقدم كره حلوه في كاس العالم. يعني ما ينفعش نروح ندافع بس يعني، ده اعتقد هم يعني بيشغل بال جمهور الكره المصريه من اول ما وصلنا كاس العالم. طب بصراحه كده يا كابتن حضرتك تقول ايه لكوبر في يعني تهمس باذنه بايه بعد 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 اعلان هذه المجموعه اللي احنا فيها؟ اهم اسفزنا بايه؟ عدي نص الملعب والنبي. يعني هاجم ارجوك تهاجم يعني. طبعا ما فيش حد برضه بيقول يعني هاجم بس او دافع بس، لكن انت بحاول تعمل الاثنين او يعني ما تقعدش في نص الملعب وتخلينا قاعدين معاك في نص الملعب. لا حتى يقسمها يعني تلتين دفاع وتلت هجوم. لا بس النصيحة يعني عنوان هاجم الحقيقة. يعني شكرا لنقدنا الكبير، الحقيقه انا بستمتع جدا جدا بنقدنا الكبير حسن مستكاوي لما بستمع اليه، يعني لديه خبره عظيمه جدا ورصانه في التحليل دوما، انا من الناس اللي بحب استاذنا الكبير حسن مستكاوي بشكل كبير، شكرا يا فندم. وخلينا ناخد العنوان ده يا شباب لو سمحتوا، يعني نقدنا الكبير حسن مستكاوي بيقول للكبر ارجوك عدي نص الملعب عشان خاطري، يعني اعمل حاجه تخليك بتتحرك طول الوقت نحو صناعه هدف حقيقي ودفاع جيد. طيب شفتوني انا بفهم في الكوره، ايه رايكم؟